أرب آيدل كانت البداية، إعلاش تغيب كانت الانطلاقة، ما عبد الله الفنانة دنيا بطمة. مساء الخير مشاهدينا ومساء الخير للفنانة دنيا بطمة. أهلاً، مساء النور. حياك الله دنيا، منورتنا بالكويت، لكن اسم دنيا ارتبط بالمشاكل شوي. يلا. يمكن السبب ان ترى انا مو انا اللي اخلق المشاكل على فكره. انا انسانه يمكن كل واحد يحب يثير الانتباه يجيب سيرتي في الموضوع. اليوم نبي نبارك لك على خبر المولود. الله يذا المولوده. المولوده. اليوم تاكدين هذه المعلومه؟ اي اكدها، لان كل مره يطلع اشاعات ودنيا بطمه حامل ودنيا بطمه ما ادري شنو صار فيها ودنيا. لا، انا في كل هذه الاشياء والان اقول لكم انا حامل. فكرتوا باسم المولوده؟ اي غزل. ام غزل نقول لك. ام غزل ان شاء الله. كذي اليوم ما حد بارك لك في خبر الحمل؟ لا بالعكس، باركت لي من فنانة مشاعل. انا احبها. شوف ترى انا ما استنى احد يبارك لي او يقول الحمد لله على السلامه، او انا الوحيدين اللي استنى منهم الحمد لله على السلامه والف مبروك هي عيلتي والناس اللي تحبني ومعجبين بدنيا بطمه وزوجي. طريقه زوجك ما باركت لك؟ انت ايش تطلعون لي هذه السالفه؟ انا ابي اعرف. ما انتظر، اقول لك ما انتظر من فنانين، انتظر منها تقول لي مبروك. تنصحين زوجك بالتنازل عن حضانه الاولاد على الاقل تبعدون عن المشاكل؟ لا سامحني، انا قبل لا اعرف هذا الانسان هو مرتبط في عياله، يحب عياله لابعد الحدود، فمستحيل اني احرمه من قطعه منه. مستحيل. يمكن قلتي هالتصريح من قبل وايضا بوجود حلا في لقاء تلفزيوني. اي الناس لاحظوا عدم تقبل حلا الكلام اللي ذكرتيه عن والدتها. لا بالعكس، لا هي عايشه الوضع وعارفه شنو يقول لك يرغموها، والسترة ما في احد يرغم احد على شيء. بس حركات ايدها والايماءات اللي كانت بويها. لا مسكينه هي ترى، لان ايش بتسوي؟ لان تدري انه هذا صح ومش عارفه شلون توصله وخايفه ومجموعه من الاشياء. تعد دنيا من الأصوات المغربية اللي فرضت نفسها على الساحة الخليجية وخصوصاً في البحرين. واليوم وجودك في البحرين، وين تصنفين نفسك بين نجمات البحرين؟ نجمات البحرين؟ هي في نجمة بحرينية واحدة، هند البحرينية. أنت قبل هند؟ لا أنا بعد هند. الفنانة حنان رضا؟ أنا تكلمت عن النجوم. حنان رضا إذا تفكر، إذا يعني عندها في بالها انه هي صف اول، هاي شيء يرجع لها. بس انا اتكلم عن نفسي، انا اقول لك عن نفسي، انا اقول لك انا انسانه مبتدئه، انا دنيا بطمه صح، ما مني اثنين. اتجهتي دنيا الى الاعراس فاطلقوا عليك لقب طقاقه، هذا اللقب زعلت ولا لا؟ ليش يزعلني؟ انا فنانه والناس اللي تقبل هذا الشيء تقبله، واللي ما تقبله تبي يقول طقاقه كيفها. في مقارنه اليوم بين دنيا بطمه واحلام. إيه من أي في الصور، في نوع الثراء أيضا، في البيت، يعني يقولون من أغنى خمس امرأة في العالم دنيا بطمة. يمكن عاشر. لا لا شنو موضوع هالإشاعة؟ غنى لله بالعكس، يعني أنا قاعدة أتقاسم بكل عفوية مع 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 الناس اللي تحبني. أنا ما أتقاسم مع الناس اللي بس وراء المشاكل، لا مع الناس اللي تحبني قاعدة أنزل أتقاسم معاهم الحياة اليومية. يمكن هي بعد تحب الناس اللي تحبها نفسي. شو الشيء اللي تقاسمتي وياه؟ ما في، يمكن انتقادات الناس الزايدة بدون جدوى. بس شوف رغم انتقادات الناس وكلامهم لها وتوجيهاتهم القاسية لها، تتم أحلام. أحلام شيء 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 كبير، شيء أحبه. لم تخفي دنيا دعمها للمواهب المغربية الشابة بحكم تجربتها السابقة بهذه البرامج. كل فنان أشوفه مغربي في برنامج بعيد عن بلده مستحيل إني ما أدعمه. حتى لو صوته مو حلو؟ حتى لو صوته مو حلو يبقى من بلدي. تسام تسكت. إيه. دعمتيها لأن صوتها حلو ولا لأنها من بلدي؟ لأنها من بلدي. وصوتها؟
مو بذاك الزود صراحة. شو سبب خلافك اليوم معه؟ يمكن سوء تفاهم، يمكن ما فهمنا بعض، يمكن وصلني شيء غلط. صراحة دنيا الفن يغير الإنسان. أي وغير الفن دنيا؟ غيرني للأحسن. وغير منه للأسوأ؟ اسأل روحك. أنت سألتني عن 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 اسم صح؟ رغم أنني ما أحب أذكر أحد في صرت ما أحب أذكر أحد في لقاءاتي، بس الصراحة والحق حق. هو قال إن دنيا بطمة طلعت قبلي، بس شنو سوت للفن؟ شنو سوى هو؟ شنو سوى؟ ما كان في فكرة لي أعمل ديو؟ ولا راح تكون. أنا إذا بسوي ديو أسويه مع نجم، أتكلم عن نجوم صف أول، مو فنان مبتدئ. أنا عن نفسي أنا ابتديت قبله، وعندنا في المغرب مقولة تقول اللي سبقك بليلة سبقك بحيلة. وبدون لف ودوران وحيلة سألناها عن مجموعة من الأسماء. سيرين عبد النور نجحت في التمثيل وفشلت في الغناء. صراحة أنا حبيتها في التمثيل أكثر. شيرين عبد الوهاب أدائها وخبرتها أفضل من نانسي عجرم كلجنة تحكيم. لا كخبرة أعتبرهم بينهم أوكي، بس كلجنة تحكيم أحس نانسي مسكنة طيوبة. شيرين أفضل منها؟ شيرين أفضل في لجنة التحكيم، يعني تقنعك إذا عطت كومنت لأحد. بلقيس تأتي بالمرتبة الثالثة بعد أحلام ونوال الكويتية. أي ودنيا بطمة تي بعدها؟ بعد بلقيس على طول. مطرب الشباب الأول سعد المجرد ولا تامر حسني؟ عندنا في المغرب مطرب الشباب الأول سعد المجرد. نجحت أكثر بتقديم اللون الخليجي، ديانا حداد أم يارا؟ يارا. دنيا بطمة جاهزة للاتهامات؟ تعودت على الاتهامات، تفضل. دنيا بطمة، أنت متهمة بأنك لم تقدمي لبلدك المغرب أي عمل يذكر، وركزتي في فنك على اللون الخليجي. لا، هذه كانت في فترة من الفترات فقط، أنا كان عقد احتكار، والآن أنا حرة طريقة وأغني اللي أبيه. ذكرتي شركة الإنتاج، أنت من أوقد شرارة الخلاف مع هذه الشركة؟ لا بالعكس، هو شوف هو برضا من الطرفين، لأنه كانت آخر فرصة أنه هذا العمل راح تقدموا لي كذا 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 كذا، هذه الأعمال اللي تقدموا لي، إذا مشينا على هذه الخطة يا هلا ومرحبا، ما مشينا مستحيل أني أتمم وأكمل. شنو كان خلاف معها؟ أنه ما مشوا على نفس القاعدة، لأن حتى الأشياء موجودة في العقد، بنود مطروحة ما مشوا عليها. دنيا بطمة، أنت متهمة برفض المشاركة في المهرجانات الخليجية لأنك تشتغطين مبالغ كبيرة. لا لا، هذا اتهام كاذب. ما تشتغطين أي مبلغ؟ اشترط مبلغي العادي لأي فنان عنده مبلغ معين يمشي فيه ويقترحه. من يحدد هذا المبلغ؟ تحدد دنيا بطمة وإدارة أعمالها اللي هو زوجي. دنيا بطمة، أنت متهمة بإثارة الضجة في وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على شهرة أكبر. شوف أنا ليش ضحكت؟ لأن مشكلتي أنه أنا ما أسوي مشاكل، لأني مش لست بإنسانة تطمح للشهرة، لأن الحمد لله كل ما أطلع الشارع الناس تشوفنا وتسلم علينا، يعني هذا يكفينا، مو محتاجين أن شهرة أو كلام يزيد أو ينقص منا أبداً. بس مو هذه المشاكل اللي هي اللي خلت الناس أكثر تعرفك اليوم؟ لا أبداً، دنيا بطمة معروفة من عرب أيدل. دنيا بطمة، أنت متهمة بأنك تمنعين طليقة زوجك من رؤية أبنائها. أنا من هذا كله أبي أوجه رسالة، كفاكي سعي للشهرة، نقطة وانتهى.
لمتى الناس راح تكون مشغولة في مشاكلكم الأسرية؟ ليه ما تبطل تسعى للشهرة؟ هذا كان رد دنيا بطمة على الاتهامات. مشكورة دنيا. الله يخليك، أنت اللي مشكور، وتحية ليك على هذا البرنامج الرائع اللي أنا كنت من معجبينه وسعيدة أني وتشرفت أني معك اليوم. حياك الله، الشرف لنا، نورتنا بالكويت. شكراً. تبغين تعترفين على كل كلمة قلتيها في اللقاء؟ طبعاً، أنا إنسانة صريحة. شوف، اللي يتقبل يتقبل، ما تقبل كل احتراماتي. وصلنا معكم إلى الختام، طبعاً.